في تاريخ الرياضة المصرية هنلاقي إنجازات كتيرة ولسه هنشوف أكتر، لكن كل إنجاز بيحصل بيكون ليه رائد كان هو صاحب البداية ومن بعده جم اللي كملوا على إنجازه. مصر بتنافس على الميداليات الأولمبية كل دورة، لكن بيفضل الرباع المصري السيد نصير صاحب أول ذهبية في دورة أمستردام 1928. محمد صلاح هيفضل أول لاعب مصري يحقق لقب دولي أبطال أوروبا في كرة القدم، ومنتخب شباب اليد في 93 كان أول منتخب جماعي يفوز ببطولة العالم. وزي شباب اليد في 93 ومحمد صلاح ومن قبلهم السيد نصير، في رنيم الوليلي. رنيم الوليلي في سبتمبر 2015 كتبت اسمها في كتاب تاريخ الرياضة المصرية كأول مصرية تتصدر التصنيف العالمي لأي لعبة. الحمد لله كنت أول مصرية توصل لرقم واحد على العالم في أي رياضة. بدأت رنيم مشوارها مع الإسكواش وعمرها 6 سنين وهي بتتفرج على أخوها الأكبر تميم. بعد التدريب نزلت الملعب عشان يديها المدرب مضرب تجربه، والمفاجأة إنها خبطت الكورة صح من أول محاولة. في لحظتها راح المدرب لوالدتها قالها طب ما تجيبوها تجرب، وبعد كام تدريبة بس كان المدرب بيراهن أهلها فعلاً إنها لما تكبر هتكون بطلة عالمية. أصل المهارة الفطرية مش بتحتاج غير دقايق بس عشان تظهر. وبسبب مستوى رنيم المميز أصر مدربيها على مشاركتها في البطولات الدولية في مرحلة الناشئين لاكتساب الخبرة. وفي سنة 2000 لعبت رنيم في بطولة بريطانيا للناشئات وعمرها 11 سنة بس عشان تشوف الماليزية نيكول ديفيد اللي بقت أسطورة اللعبة بعد كده، وكانت سبب غير مباشر اللي وصلته رنيم. في 2001 شاركت رنيم في بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة رغم ان سنها كان 12 سنة بس. رنيم خسرت طبعا، لكن استفادت من المشاركة دي بمقابلة نيكول ديفيد واندهش التاني من مستواها لانها كسبت بطولة العالم من غير ما تخسر اي شوط، واندهشت كمان من شعبيتها في بلدها رغم صغر سنها. نيكول حققت بطولة العالم للناشئين للمرة التانية في انجاز تاريخي وقتها. كل ده كان بيتحسب كإنجازات لنيكول، لكن كمان كان بيبني شخصية رنيم المتأثرة جدا بنيكول أسطورة اللعبة. رنيم رجعت مصر ببوستر كبير لنيكول علقته في أوضتها عشان يكون هو ده الهدف اللي عايزة تكون زيه. صحيح وإحنا أطفال بنكون منبهرين بأبطالنا، لكن قليل مننا اللي بيكبر وبيكون منافس لبطل طفولته. رنيم كمان ما كانتش تعرف ان نيكول ديفيد هتستمر 112 شهر في صدارة التصنيف العالمي منهم 9 سنين متتالية، انها هتحقق 81 بطولة منهم 8 بطولات عالم في رقم قياسي سواء رجال او سيدات. مسيرة رنيم كانت ماشية بشكل مبشر وعظيم على خطى اسطورتها. حققت بطولة العالم للناشئات في 2005 و2007 عشان تكون تاني واحدة في العالم تحقق الانجاز ده بعد نيكول ديفيد بس. الرياضيين الناجحين بشر مش آليين، ليهم أصحابهم وبيعيشوا نفس مراحل حياتنا. طفل بيشوف صحابه بيخرجوا ويعيشوا حياتهم، في المقابل لازم أنا أفضل دايما ملتزم دايما لوحدي في سفريات وتدريبات عشان أفضل محافظ على مستوايا. في المرحلة دي الطبيعي الطفل يزهق، وده اللي حصل مع رنيم في 2005. قررت تعتزل الإسكواش وهي لسه ما تمتش 17 سنة. في المرحلة دي من حياتك كرياضي موهوب في طفولتك بيجي دور ملاكك الحارس. مارسيلو ما كانش هيوصل للعب في ريال مدريد او حتى لفريق محلي في البرازيل الا لو جده قرر يبيع سيارته اللي هي كل ما يملك عشان بس يقدر يكمل حلمه. رونالدو ما كانش هيتقبل كلاعب كرة من الاساس لولا صديقه اللي مرر له كرة يجيب هو الجول ويوفي شروط قبوله في الاختبارات. رنيم كمان كان ليها ملاكها الحارس اللي قعدها للطريق، وملاكها كان والدتها اللي كانت شايفة ان حرام المجهود ده يروح وطلبتها تدي اجازة لنفسها وتفكر اكتر. وجهت فكرها في الطريق الصح وما استمرش بعدها عن الرياضة غير 3 اسابيع بس. ورغم انها كانت سابت الاسكواش فعلا، لكن دي مش اصعب فترات رنيم مقارنة باللي حصل من 2007 ل 2011. فترة ظلام دامس زي ما وصفتها. 2007 كانت سنة دخول رنيم الجامعة وبالتالي الانتقال من اسكندرية للقاهرة، بداية مشرقة بالتفاؤل، لكن على العكس في الحقيقة كانت مرحلة إحباط.
سفريات كتير ومشاركات في بطولات متتالية، والمحصلة صفر. إخفاقات ورا إخفاقات حولت الطموح من صدارة التصنيف العالمي والسير على خطى نيكول ديفيد للتفكير في الاعتزال النهائي أكتر من مرة، عشان تقول لنفسها أنا مش هحقق حاجة، أنا في الظلام الدامس. فترة شهدت 10 مواجهات تقريبا بين رانيم ونيكول ديفيد حسمتهم اللاعبة الماليزية كلهم لصالحها، وفكرة الإخفاق اترسخت في مخ رانيم ووصل لها إحساس بأن أهلها كمان بقوا مقتنعين بكده. اللي سندوني ورجعوني اللعبة المرة دي لو قلت لهم كفاية كده أنا هبطل، أكيد هيكونوا هم أول ناس يرحبوا. ومع الوصول لآخر النفق المظلم واقتراب اليأس من تملك الفكر، وصلنا ل 2011، مشاركة جديدة في بطولة كارول ويمولور في أمريكا، كانت بداية ظهور نور من الظلام الدامس في مسيرة رانيم. بتلعب بهدوء ومن غير ضغوط، والمفاجأة إنها بتكسب لاعبات أعلى منها بكتير في التصنيف. كل ماتش تكسب وتكلم أهلها تبلغهم، فتحس إنهم مش مصدقينها أساساً من كتر ما تعودوا على الخسارة. خطوة ورا خطوة كسبت رانيم اللقب، وحست فعلاً إنها تقدر توصل لأحلامها. ورغم العودة للمسار أخيراً، لكن الأسطورة الحية لسه مستمرة في الظفر بالألقاب. كل بطولة بتكسب رانيم وتوصل للنهائي، وفي النهائي تيجي نيكول ديفيد وتحسم اللقب. عشت سنين كثيرة قوي، هو انت بتخسر ليه؟ سؤال بقى محبط في التاني. انا وصلت فاينل خسرت من نيكول، وصلت فاينل خسرت من نيكول، وصلت فاينل خسرت من نيكول. طب امتى؟ محدش بيخترق رقم واحد. قلت العالم دي لقب انا بسعى وراه من يوم بقى ما خلصت مرحلة النشئة. ورغم ان رانيم كسبت نيكول احيانا، منها مرة في بطولة ماليزيا المفتوحة 2012 في مفاجأة، لكنها حست الموضوع بقى اشبه بالعقدة، لان في 2014 كانت بطولة العالم في مصر رانيم اتقدمت بشوطين مقابل شوط، وفي الشوط الحاسم وصلت النتيجة 10-6 الرانيم، نقطة واحدة على الحلم، وقلبت نيكول النتيجة، كسبت الشوط ومن بعده المباراة في سيناريو كلمة درامي دقيقة جدا لوصفه. وزي ما بيكون للملاك الحارس دور في استمرار مسيرة الناجحين، لازم في نقطة معينة يكون القرار نابع منه هو شخصيا، من إرادته القوية غير القابلة للكسر. نهائي 2014 المحبط كان في الحقيقة نقطة انطلاق رانيم الحقيقية، عرفت تحديدا مكان المشكلة، ومع فريقها قدرت تشيل الضغط من عليها وتلعب كل بطولة عشان تكسبها، مش عشان تكون رقم واحد في التصنيف العالمي زي هدفها من أول مقابلة مع نيكول ديفيد. وفي 2015 نجحت رانيم إنها تكسب نيكول في نهائي ويندي سيتي عشان تبدأ تصدق نفسها أكتر. 2015 فبراير كسبت نيكول ديفيد في فاينل البطولة. إيه ده، هو أنا أقدر أكسب نيكول؟ وفي سبتمبر حققت رانيم المعجزة أخيرا، وبقت رقم واحد على العالم بعد 9 سنين من سيطرة نيكول ديفيد، وبقت أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي لأي رياضة كانت. والقصة ما انتهتش هنا. استمرت رانيم 4 شهور بس في صدارة التصنيف، كانوا كافلين لإدراكها بأن وصولها للقمة مجرد بداية الرحلة ومش محطة الوصول. كملت في مسيرتها لحد ما حققت حلمها التاني، توجت ببطولة العالم في 2017 أخيرا، رانيم بطلة العالم، وكانت دي مقدمة لرجوعها من تاني على قمة التصنيف في ديسمبر 2018 وما تنزلش تاني من عليه. بيقولوا ان وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، او ان وراء كل امرأة عظيمة رجل ناجح. الحقيقة ان ثنائي النجاح اجتمع في القصة دي لما فاز زوجها طارق مؤمن ببطولة العالم للرجال في نوفمبر 2019، انجاز خلاهم دخلوا موسوعة جينيس كأول زوجين يحققوا بطولة العالم في اي لعبة. واستمرت رانيم في الصدارة بعد الظلام الحالك والقرب من الاعتزال. فرضت رانيم سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي واستمرت على القمة لحد ما قررت بنفسها الاعتزال في يونيو 2020، قرار اتخذته عشان تبدأ مهمة نجاح جديدة لكن في حياتها الشخصية.